الكونسيبت بتاع صحافة المواطن ده حاجة ظهرت من 2006، وده السبب اللي خلى دلوقتي الصحافة المينستريم أو وسائل الإعلام المينستريم العادية، الإذاعة، التلفزيون، مواقع إخبارية، صحف مطبوعة وخلافه، ده اسمها ده المينستريم. كل ده دلوقتي تابع للسوشيال ميديا، لأن هو لم يدرك في الأول إنه في كونسيبت جديد ظهر في بزنس الإعلام اسمه سيتيزن جورناليزم، صحافة المواطن. صحافة المواطن بدأت في التطور من 2006، ومن أوائل الناس اللي أدركوها مثلا زي سي إن إن، عملوا فرع اسمه آي ريبورت يسمح للناس بإن هم يريبورت، يعني يعمل تقرير كده. وبعد كده تصور مثلا إنه حدث ضخم زي تسونامي، لما حصل كل التصوير اللي كان موجود كان تصوير هواء. فالمواطن يمتلك أدوات صحفية لم تكن موجودة عند الصحفي زمان حتى.